The first gala, the first corporation in 2000, and the first professional gala in Lebanon. To Mr. Walid. بيقدم هدية مميزة للسيد وليد قصاص باعتباره أحد منظمين الدورة والراعي الأول لدورة المحترفين في عام 2000. إذن أجواء كتير حلوة عم نعيشها اليوم مع جمهور ملأ كل مدرجات القاع المغلقة بمعرض رشيد كرامة الدولي لمساندة أبطالهم اللبنانيين بمبارياتهم على كافة الألقاب، وبشكل خاص المباريات اللي رح تجمع ابطالنا اللبنانيين على لقب بطولة اسيا، على لقب كأس الابطال، وخاصة على لقبي بطولة العالم بالكيك بوكسينج. اذا كلنا سوا رح تكون اعصابنا مشدودة مع ابطالنا اللبنانيين بجو كتير حلو، بسهرة عم تجمع الالاف في معرض رشيد كرامة الدولي بمدينة طرابلس عاصمة الشمال لمتابعة هاللحظات الحلوة. المباراة الأولى رح تجمع على كأس ليلة الأبطال بأسلوب اللو كيكس بالكيك بوكسينج، البطل اللبناني نبيل دكرمانجي مع بطل اليمن علي داوود محسن. مثل ما عم تشوفوا خبرة كتير كبيرة لهاللاعب اللبناني نبيل دكرمانجي، بالمقابل ايضا علي داوود محسن من اليمن، هو بطل اليمن وزنه 56 كيلوغرام، رابح بطولة الدولية اللي صارت بالجزائر عام 99 وعنده خبرة كتير كبيرة بهاللعبة. نبيل دكرمانجي بيبلغ 23 سنة، هو من نادي الساموراي الرياضي، معه حزام اسود واثنين دان، خاض 30 مباراة، ربح 25 مباراة، منها 13 لقاء بالدربة القاضية لنبيل دكرمانجي. أمال كتير كبيرة على هالبطل يلي بيبلغ بس 23 عام، بطل لبنان بال 96، بطل لبنان بال 97، وبطل لبنان بال 98. لاعب دولي مميز، رابح إذا ميدالية ذهبية ببطولة أوروبا يلي استضافتها اليونان بأواخر هالسنة، رابح مرتين ميداليات فضية وثلاث مرات ميداليات برونزية. هو صاحب ذهبية كأس كاساندرا الدولية المفتوحة WPKA بكاساندرا باليونان يلي صارت بشهر حزيران 99، ربح فضية كأس ألبانيا الدولية المفتوحة بال WPKA بفارنا ببلغاريا طبعا بشهر 7 1999، واخيرا احرز ايضا فضية بطولة العالم بالفول كونتاكت WKA يلي استضافتها العاصمة اللبنانية بيروت بشهر تشرين بالعام 99. جمهور كتير كبير عم يساند البطل اللبناني بلقائه. أن أشكر المؤسسة اللبنانية للإرسال لـ NBC على دعمها ونقل هذا الحدث مع محمد ديب المصري من اليمن. دائما أن تنقل مثل هذه الأحداث. المباراة الأولى على كأس ثالث الأبطال رح تكون مؤلفة من ثلاث جولات، كل جولة تبلغ دقيقتين، يعني رح تكون مباراة سريعة، مباراة لازم من الأول يجرب أحد المتنافسين أنه يسيطر عليها. اكيد لنعرف اكثر رح يكون معي على التعليق الليلة منظم هالحدث مدير قارة افريقيا واسيا وامين عام الاتحاد العربي لهاللعبة السيد وليد قصاص. اول شيء بدنا نشكرك على الحدث الحلو يلي عم تنظموه الناجح جدا، بس خلينا نفوت نحن وياك بسرعة لنشوف بطلنا اللبناني احد تميزك شو عم يعمل. نتمنى له اليوم التوفيق بهالمباراة. بحب اقول انه هون اللاعب كمان اليمني لاعب عنيد منه هين، يعني ومحقق ميدالية فضية ببطولة العالم اللي صارت ببيروت، وهو من اللاعبين الجيدين. فعم نشوف هذا المباراة على كأس ليلة الأبطال. نحن مثل ما قلنا في أربع ألقاب عالمية وفي نزالان على كأس ليلة الأبطال. عم نشوف هون في عدة للاعب اليمني نبيل توفق فيه بلكمة على الفك. نتأمل انه نبيل يضل مكمل بالطريقة المعهودة فيه. وليد انت عندك اكيد خبرة كتير كتير كبيرة بهاللعبة،
يوم عم يلعب بناديه، عم يلعب بمدينته قدام الالاف من الجمهور، بقى هالشيء بشكل ضغط عليه او لا؟ عم بيعد المره الثانيه للاعب، يبدو انه تعبان مش عارف ليش، مع انه ما بعرف، انا بعرف اللاعب علي داوود هو لاعب مهم، بس شايفه اليوم ما بعرف مش عوايده، ويبدو كمان انه نبيل ساعته اليوم كثير كبيره قدام جمهوره. يمكن المباراة الأولى على كأس ليلة الأبطال بتكون مباراة سريعة لأنه هي مؤلفة من ثلاث جولات، صحيح مدة كل جولة دقيقتين. نعم، الطريقة يلي ماشي فيها نبيل بتعتقد كثير ممتازة. نبيل من أول مرة شاف نقطة ضعف، حاول مرة ثانية والمرة الثالثة ياخذها بنفس الطريقة، مثل ما عم نشوف هي التعدي الثالثة للاعب اليمني. ها شفنا هون إنه مدربه عم يسحبه من الجولة الأولى، فبنقول له مبروك لنبيل، وهذا بفتكر أكرمانجي دخل باسم لبنان بكثير قوه وبسرعه رح يعطي معنويات لرفاقه. صحيح، وعم يتجه للحسم من الجوله الاولى بالضرب القاضي. صحيح، وهذا اللي صار. انا شفته انت انتهت المباراه بانسحاب المدرب، سحب اللاعب لانه لعدي المره الثالثه، اصلا هي بتنتهي المباراه لعدي المره الثالثه. فانا كمان شايف نبيل هون انه هو بكامل حماسه، ومثل ما انا شايف الجمهور واتجاه له اكيد حماس كثير كبير، بما انه قاعة رشيد كرامة الدولية عم تستضيف الالاف لمساندة ابطالنا اللبنانيين، خاصة اللقاء الاول مميز للبطل اللبناني نبيل بكرمانجي اللي عم يفوز بالضربة القاضية. هو ربح 25 مباراة منها 13 مباراة بالضربة القاضية، صاروا 14 مباراة بالضربة القاضية لنبيل بكرمانجي بطل لبنان لهالوزن، وزن 60 كيلوغرام لو كيكس 96 97 و98. كاس ليلة الأبطال للبطل اللبناني نبيل بكرمانجي، وأول لقب للبنان من خلال نبيل بكرمانجي يلي عم يتسلم كأس ليلة الأبطال وسط تشجيع كثير كبير من الآلاف يلي اجوا يساندوا الأبطال اللبنانيين ويرفعوا معنوياتهم ويعطوا ثقة كثير كبيرة. التذكارية للبطل اليمني علي داوود، وميدالية تذكارية للبطل اليمني يلي ما قدر انه يطول هالجولة لجولة ثانية، خسرها بالضربة القاضية، وصورة تذكارية.